فهي بتنشر الوعي وبتتوسع في نشر الوعي على مستوى الجمهورية لكل ست مصرية، وبتقول لها قد إيه إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، وإن كل ما كان الكشف المبكر كل ما كان التدخل المبكر والتعافي سريع. بنسمع سيدات محاربات، بنسمع قوتهم ازاي هم بيقاوموا المرض بالمساندة وبالدعم، علشان كده هي مش بس عندها قدرة على نشر الوعي في الفترة القادمة بناء على نجاحات الفترة السابقة، لكن كمان عندها جزء من الدعم النظراء ودعم السيدات لبعضهن البعض، بحيث ان السيدة اللي بتاخد الخدمة هي نفسها فيما بعد بتتطوع علشان تقدر تساند سيدة اخرى. الجزء بتاع الدعم النفسي اللي ده هي بتقدمه، الجزء بتاع فتح فرص العمل وان هي تبقي عليهم مشغولين في حياة عملية وحياة أسرية وان هم تديهم أمل جديد. هكذا عهدنا من الست المصرية، هي سند لأسرتها والمجتمعها والبلدها. بحي التحية خاصة للقيادة السياسية اللي بتقدر السيدة المصرية، والحقيقة السيد الرئيس أطلق مبادرة الكشف على سرطان الثدي وأطلق مبادرة صحة المرأة، وبقول وزارة الصحة والمجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن شركاء في هذا الموضوع، لكن المجتمع المدني المتمثل في بهية هو باب مفتوح مش بس لسيدة مصرية، لسيدة عربية من فلسطين من السودان من ليبيا، لسيدة أفريقية من نيجيريا من زامبيا، زي ما شفناها فتح الأبواب للسيدات جامعيها لتستقبلهم. شهر 10 هو الشهر العالمي لمرض سرطان الثدي، فاحنا بنهتم قوي في بهية ان الناس تعرف ازاي تكشف، ازاي يبقى في كشف مبكر، ازاي امتى نبقى عارفين ان احنا نهتم بنفسنا من سن كام، وكل ده هيتقال النهاردة مع الدكاترة. التوعية مهمة جدا، عشان لو المحاربات او اي سيدة جت عرفت في الاول خالص بتبقى رحلة العلاج دي كأنه دور برد عادي، بتعدي مرحلة بسهولة، لكن لما بيجوا في المراحل المتأخرة ده بيبقى صعب قوي في رحلة العلاج وصعب كمان في العلاج. أرقام الندوات التوعية اللي حصلت في الثمان سنوات اللي فاتوا في مؤسسة بهية حوالي 1500 ندوة توعية على مستوى مصر، ووصلوا تقريبا ل 55,000 سيدة. يمكن ده كان له مردود كبير على تغيير ثقافة عامة في مصر في الاكتشاف المبكر، في أن أنا من حق السيدة المصرية أن هي تروح تدي نفسها يوم في السنة لو حست بحاجة، أو حتى من غير ما تحس تخصص يوم كامل لنفسها للاهتمام بيها والفحص الذاتي ليها من الطبيب المتخصص، وكمان عمل ماموجرام مره كل سنه. لا قدر الله لو اكتشفنا الورم في مراحل مبكره فاحنا نقدر نوصل بنسب شفاء الى 98% ونتفادى علاجات كتير ممكن تؤثر بالسلب على الجسم. ورجعنا